والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة الثانية في سلسلة تاريخ الكون. راح أرجع معاكم، احنا رجعنا من الآن إلى خلق الشمس اللي هو تقريبا 5 بليون سنة. الحين راح أروح من الآن إلى عمر الكون، كان 380,000 سنة، يعني من بداياته، لأن 380,000 بالنسبة ل 13 مليار ما يعتبر شيء. إيش معنى هالرقم؟ هذا راح نشوفه الحين. طبعا في إجماع على أن نظرية الانفجار العظيم هي النظرية اللي تفسر الكون، عدا عن أن كانت قبل نظرة أن الكون أزلي، الآن ثبت هذا ما في شك، يعني أنت مسألة صارت محسومة وانتهت إلى درجة أن عمر الكون محسوم ومحسوب بهالدقة هذه 13,800 مليون سنة، زاد أو ناقص نسبة صغيرة كلش. فإذا الدقة في الحسابات هذه متفق عليها، يعني ما فيها خلاف. فإذا دقة عمر الكون معناها قبل هالفترة هذه مبدئيا على الأقل، ولو أن قبل صعب أقوله، لكن أنه ما فيه. مراحل الكون، هذه الصورة تعطيك مراحل الكون. احنا قلنا مراحل الكون هذه يعتمد شلون تقولها، ممكن تقولها بعشر مراحل، 8 مراحل، 5 مراحل، انا اخترت 4. اول ما صار الانفجار، بعدين صارت فترة طلعت فيها ذرات المادة، بعدين طلعت النجوم، بعدين الشمس، بعدين الارض. هذه هي المراحل اللي انا ماخذها. الان أبي أرجع لكم تاريخ سريع عن نظرية الانفجار العظيم. أول ما قالها أينشتاين طريقة غير مباشرة، المعادلات تقول كذي. بعدين جت سنة 1922 فريدمان، هو اللي قال في تمدد، والقسيس نفس الشيء، عقب القسيس لماتير عقب هم قال نفس الشيء إنه في تمدد، إلى أن صار سنة 1929 ثبت عمليا التمدد في الكون. الحين سنة 1929 30 احنا الحين، فصار في اجماع او صار واضح ان في تمدد في الكون. طبعا صارت دراسات على اساس انه بدا الانفجار العظيم وصار فيه. فكان الكلام هالشكل هذا سنة 1900، احنا قاعد ارجع الى سنة 1948 49 50، في هالسنوات هذه كانت بحوث نظرية، علماء فيزياء نظرية theoretical physicists هذول يشتغلوا على هذا، أن تعال لما يصير انفجار عظيم شيء طبيعي، أي انفجار يترك آثاره، يعني لو صار مكان فيه انفجار يشوف واحد آثاره، حرارة، مكان تأثير، فهذا موجود. فلو صاير انفجار أو تمدد في الكون، تمدد سريع، تغير، معناها يجب أن الآثار هذه وين راح تروح؟ لازم تكون موجودة في الكون نفسه. فإذا احنا كلام منه، كلام هذول العلماء الثلاثة اللي هو هاي صورهم، هذول هما وبالذات هذا قامو مشهور، صارت الدراسة على أن لابد وأن تكون هذه الموجات موجودة في الكون. فإذا اكتشاف هذه الموجات من أكبر الأدلة التي تدل على أن الانفجار العظيم صحيح، نظرية صحيحة. إذن الكلام الحين شنو؟ عن هذا الإشعاع هذا. إذن صار انفجار، بقايا الانفجار، فتشبيهها مثل شنو؟ مثل قنبلة تنفجر تترك آثارها بالمكان. أنت تروح تقعد تدور آثار الشيء هذا، ومنه من الآثار هذه تعرف شنو كان وضع القنبلة، قوتها، طاقتها، قوة الانفجار إلى آخره. هذا من ناحية نظرية بحتة. سموها هذه اللي يسمونها بقايا الانفجار العظيم، سموه الخلفية الإشعاعية الكونية. لازم أقولها بالإنجليزي لأنها شيء مشهور، Cosmic Microwave Background Radiation، اختصارها CMB. يعني لو أي واحد يدخل يحط CMB، من كثر ما شيء مشهور على طول تطلع نتائج الكلام هذا. فإذا CMB هي خلفية إشعاعية موجودة بالكون، ممكن إذا عندك جهاز معين ممكن أنت تكشفه على طول، فإذا هذا موجود.
وشنه وين ما توجه الشعاع المجس مالك او اللي يكتشفه راح تشوفه موجود. ايضا كان في ثلاث علماء اخرين نفس الشيء هم اتفقوا معاه على ان في هذا الشيء موجود. فاذا صار اتفاق او شبه اجماع على ان البقايا الانفجار العظيم والأشعة هذه موجودة ومنتشرة في الفضاء. الحين صدفة شلون لعب الدور، وهذا الشيء من الأشياء العجيبة اللي دائما ما أدري نسميها صدفة أو هناك تقدير بعد الله أعلم، أن صدفة دخلت في اكتشاف هذا. في مهندسين اثنين يشتغلون حق أحد الشركات لتطوير هواتف ما لهم علاقة بالموضوع هذا نهائيا، فعندهم جهاز التقاط الموجات، فلما حطوها في هالجهة اكو موجات معينة، يخلونها في هالجهة اكو موجات، يشتغلون بالليل اكو موجات، بالنهار اكو موجات، تخلي فوق تخلي تحت، وين ما توجه الجهاز دائما في اشارة. شنو مصدرها؟ هل هي مصدرها الارض؟ لا. القمر؟ لا. الشمس؟ لا. مجرات؟ لا. وين هذا؟ طبعا هم في هالاثناء قاعد يشتغلون، هذا هو الجهاز اللي وجهه. طبعا هذا الجهاز ضخم مثل ما تشوفونه، وكان يوجه ويدار بهالشكل هذا، ويدار على مدى 360 درجه وارتفاع فوق وتحت عشان يشوفون الاشعه، عشان يكتشفون شلون اتصالات. اللي شغلهم شنو؟ احنا هالدور اتصالات، فصار تركيزهم على ان هذا الموجات هاي مال شنو. قريب منهم احد الجامعات، هذول الناس اللي يشتغلون في الفيزياء النظريه، فقالوا تعال هذا هو، احنا قاعد نقول عنها المدة هذه نظريا انتم اكتشفتوها عن طريق الصدفة. طبعا اللي اكتشفوها اثنين ذولي مهندسين وفيزيائيين، هم اكتشفوها سنة 1965، يعني شوف 48 الى 65 تقريبا حدود 20 سنة، اقل من 20 سنة كل هذه الابحاث قاعد تصير الى ان شافوا هالموجة هذه. طيب هالموجة شافوها وحصلوا جائزة نوبل وانشهروا، والآن كل واحد يعرفهم هذولي البنروز بالأشياء، كل واحد أي واحد يدرس يعرف أن هذولي هم اللي طبعا للحين هم موجودين أحياء. إنزين، كانت نظرية الانفجار العظيم ترسخت بالفكرة هذه الموجات هذه، لكن الآن نحن عندك هالموجة هذه، قالوا لا، لابد، هني نقطة مهمة، لابد أن تكون هناك اختلافات في درجات الحرارة بالنسبة لهالموجات هذه. عند الاختلافات ايش كثر؟ أعطيكم مثال أقرب الصورة. لو قلنا هذه الغرفة درجة حرارتها مثلا 25، طبعا أنت ما تقول 25 مو معناها 100% كل مكان 25، أكيد محل عند اللمبة هذه أكيد أسخن، عند الباب أبرد، عند الباب الثاني أبرد، لكن المعدل شنو؟ المعدل تكون درجة حرارة 25. الآن هذه الأشعة تدل، وهذا مهم، تدل على درجة حرارة الكون. الأشعة هذه يستدلون فيها على درجة حرارة الكون. إنزين، لو كانت فقط درجة حرارة الكون ومتجانسة، يعني مثل بعضها البعض، معناها في شيء غلط بالنظرية. لابد أن يكون في اختلاف. طبعا صار شنو؟ ما دام اكتشفوها بالصدفه، بداوا العلماء يرسلون شنو؟ بالونات الى خارج الفضاء لدراسه هذه الموجات. وفعلا دراسات قامت تصير اوضح واوضح واوضح، لا صار اتفاق، صار اجماع، صار في اتفاق على ان فعلا هالموجات موجوده. لكن وين الجهاز اللي يكشف الفرق؟ خاصه ان الفرق مو درجه درجتين، درجة من الآلاف من الدرجة، يعني فرق الدرجة من مكان لمكان بحدود 1 على 100 ألف. فوين الجهاز اللي يقدر يكشف الفرقية هذه؟ أهمية الاختلاف هذا راجع إلى أن شنو؟ سببين يأكدون هالشيء هذا. أول، هذا الاختلاف معناها نظرية الانفجار العظيم صحيحة. ثانيا، هذا الاختلاف يفسر لنا كل المجرات الموجودة في الكون. ماكو اختلاف، ماكو ولا مجرة. اكو اختلاف، اكو مجرات. هل كذا الربط بينهم موجود؟ شوفوا الاختلاف شلون موجود، دائما الاختلاف موجود.
ماكو اختلاف ماكو حياة. هذول خل يعرفون هذول اللي يبون الناس كلهم يصيرون في طابق واحد طقة واحدة على قولة الكويتي ما يصير. على قولة الإمام علي سلام الله عليه لو استووا لهلكوا. تتوقف الحياة لو ماكو في اختلاف. لو تساوت درجات الحرارة على الأرض لا أكو هواء ولا أكو تبيير ولا أكو مناخ ولا شيء. فإذا الاختلاف يجب أن يكون من بداية الكون. إنزين أخذوا الصورة حصلوا على هذه الصورة اللي ما تبين اختلاف. ماكو أي اختلاف ماكو. طبعا اللي وصلت هذا نتيجة للمجرات ما علينا منها. أو لمجراتنا بالأحرى. طيب شلون نقدر نكشف هذا؟ فإذا ناسا لحل المشكلة يجب أن يكون في تلسكوب فضائي ويجب يكون عليه أجهزة حساسة جدا لقياس هذا الاختلاف. وسموا وكان في 18 نوفمبر 1989 لاحظوا 65 إلى 89 أرسلت وكالة ناسا تلسكوب فضائي سموه كوبي طبعا اختصار كوزميك باكجراوند إلى آخره إكسبلورر لدقة تصل إلى شنو نبي نحسبها 1 إلى 100,000 درجة. أطلق الصار أطلق المشروع عمل في المشروع أكثر من 1,000 باحث ومهندس في هالمشروع هذا بس علشان يطلقون هذا الصاروخ هذا القمر التلسكوب الفضائي مع كم مع فيزيائيين كبار اثنين منهم أخذوا جائزة نوبل وتم إطلاقه في 18 نوفمبر 1989. أول نتائج كانت سنة 1990 وهذه مواصفاتها. هذا هو التلسكوب الفضائي كرسم موجود خارج الفضاء. تأخر المشروع طبعا إلى سنة 89 تم تقياسات سنة 90. هذه هي الصورة الآن صارت. الآن في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ واضح الاختلاف واضح غير عن الصورة الماضية. مجرد ما صار هذا كل الفيزيائيين أعلنوا أن هذا اكتشاف الدهر. بعضهم عفوا مو كلهم كلهم طبعا صار عندهم نوع من الإثارة في الموضوع وتأكيد على أن احنا وصلنا إلى معرفة مراحل الكون. فعلا مراحل الكون ماشية معنا متفقة وهذه هي الصورة الآن حصلنا عليها. وطلعت شوي شوي التوضيحات والفرق والفروق هذه وبعدين قامت تصير أوضح وأوضح. ايش سوت بعدين الناسا؟ هذول هم الاثنين اللي اخذوا جائزة نوبل في سنة 2006 نتيجة لهذا العمل جورج سموت وجون ماثر. هذه القياسات الدقيقة صارت سبب لولادة العلم الكون الدقيق. يعني قبل الفترة هذه كان علم الكون مجرد قبلها طبعا كان تخمينات شوي صارت أدق لكن بوجود هذا الفاصل أو هذا الوقت أو هذا التلسكوب الفضائي حسمت المسألة وصارت أمور تقاس بدقة يعني تصل الدقة إلى 1/100,000 على 100,000 شيء جدا دقيق. الحين هذه الأشياء شنو أهميتها؟ هالكثر مهتمين فيها إيش حقها؟ يسمونها كنز معلومات. يعني بالنسبة للمتخصصين يسمى كنز المعلومات. كل الأشياء تسمعونها عن الكون يتكون من كذا عمره كذا درجة حرارته كذا كله من هالخريطة هذه من هالوضع. ايش سوى بعدين؟ حتى يسمونها بصمة الكون. انا اكو صورة شفتها بالنت تعطيك فكرة ان هاي بصمة حق الكون. شلون بصمة الانسان تعرف الانسان؟ هذه تعرف الكون. ماذا بعد كوبي؟ طبعا صار كوبي اكتشافات وهذا لو تلاحظون صار الكلام قوي عليه فصار اقتراح على شنو؟ نرسل سفينة فضائية تلسكوب فضائي آخر يكون تحليله ودقته أكثر وهذا اللي حصل دبليو ماب. هذا التلسكوب أقوى من السابق وسموه باسم هذا الشخص اللي كان في توفى سنة 2002 مرض السرطان وتم تسمية التلسكوب باسمه لنتيجة لمساهمات الكثيرة في دراسة الخلفية الإشعاعية. الآن هذه أوضح من هذيك. شوف شلون صارت أدق تفاصيل قامت تطلع أدق نتيجة لاستخدام أجهزة أدق قياسات أدق دخلت الكمبيوترات أكبر طبعا في تطور هائل من ناحية الكمبيوتر والتلسكوبات هذه.
إذن شنو الخبر المهم؟ وليش أخذنا 380 ألف سنة؟ 380 ألف سنة هذه مرحلة راح أوريكم صورة الحين، راح أشوف وين موقعها من الكون وليش اخترنا هالوقت هذا. فإذن عند 380 ألف سنة كانت هني ننتبه شوية درجة حرارة الكون 3000 مقارنة مع الحين ناقص 270، يعني شوف الفارق كبير بين 3000 إلى 270 تحت الصفر. ليش؟ نتيجة لتمدد الكون، يعني كل ما الكون يتمدد كل ما درجة حرارة الكون تبرد، كل ما ترجع إلى الوراء كل ما تشوف حرارة الكون ترتفع. عند لما كان عمر الكون 390 ألف أو 380 ألف درجة حرارة كم تكون؟ 3000 درجة. ترجع بعد 1000 سنة بعد الانفجار العظيم ممكن يصير 20000، ترجع أكثر يطلع 200000، ترجع أكثر يطلع مليون، ترجع كل ما ترجع أكثر وراء كل ما تكون حرارة جدا هائلة. أهمية الدراسات الأساسية حق العلم هذا أو الأشعة هذه تبين فيها عمر الكون، تركيب الكون، تطور الكون. هذا اللي قلنا معلومات مهمة عن الكون كلها من الخلفية الأشعاعية هذه. تبين أن عمر الكون 13700، طبعا هذا منه هذا دبليو ماب لأن في تطور آخر بعدين صار بنسبة خطأ 1%. لاحظ شلون نسبة الخطأ إيش كثر؟ 1%. الكون يحتوي 4% من المادة كما نعرفها، 23 مادة مظلمة لا نعرفها، 73 مادة طاقة مظلمة لا نعرفها، والكون في حالة تمدد مستمر. الآن مقارنة بين الاثنين، هذه صورة تعطيك مقارنة بين كوبي وبين دبليو ماب، تلاحظ الفرق واضح ان الصورة الثانية وايد اوضح. اكو هذه صورة ماخوذة من نت يعني معروفة هذه، شوف يعطيك فكرة ان كوبي شنو وهذا شنو، شلون الصورة تكون بالضبط واضحة وهذه فيها غبش للحين ما هي واضحة. وايضا هاي مقارنة ثانية، لو قارنت لو سويت سكان على الكرة الأرضية، الكرة الأرضية هم فيها مكان حار ومكان بارد، فلو قارنت بين كوبي وبين هذا وبين الكرة الأرضية بقياسات أدق بين منه دبليو ماب. الآن هاي ثلاث مقارنات بين الأشعة اللي كانت بالصدفة شافوها وبين لما صار كوبي وبعدين لما صار منه دبليو ماب، تلاحظ تطور جدا تطور هائل في العلم هذا. بعدين جت اوروبا حطوا مشروع اسمه تلسكوب الفضائي بلانك، طبعا بلانك يرجع الى العالم الالماني اللي اقول الله يرحمه، يعني كان انسان فعلا دائما كل فيزيائي يحترمونه جدا، كان محترم وكان متدين بعد حتى هذا. فهذا هو شخص تلسكوب الفضائي بلانك باسمه. اتخذت وكالة الفضاء الأوروبية قرار بناء تلسكوب سنة 1996، يعني بعد النتائج ما طلعت ساهم في المشروع 15 دولة. تم إطلاق التلسكوب في 2009، مسحت السماء في 2009، أول مؤتمر في 2013، وانتشرت الأبحاث من عقبها. عشان يعطيك فكرة عن الدقة يقول لك لو أن تم قياس الاختلاف وليس درجة حرارة، اختلاف في درجة بدقة أكثر، وتم رسم أفضل خريطة للكون، وهذه الحين ليها معتمدة وهي اللي ماشية في العالم. يعني للوصول إلى دقة يتم تبريد المجسات إلى 1/10 كلفن، يعني طبعا لازم يكون أقل من درجة حرارة الكون حتى نقدر نقيس الدرجة هذه. يعني يقدر يقيس حرارة الأرنب وهو على القمر وانت قاعد على الارض في المجسات اللي فيه، يقدر يقيس حرارة الارنب جسم الارنب ايش كثر حار بالنسبة، يعطيك فكرة عن الدقة. يعني طبعا هذه مقارنة بين ثلاث تلسكوبات. الان هذه صورة عامة عن كوبي ودبليو ماب وبلانك، وهم سنواتهم 89 2000 و2009. هذه الان صورة واضحة لشنو؟ للتفاصيل الدقيقة. لاحظ هني بلانك سنة 2013 شلون صارت، شنو الأمور صارت أدق وأدق وأدق.
الآن عرفنا هذا. شنو تعريف التلسكوب علميا؟ يعني دائما التلسكوب يسمونه آلة الزمان. آلة الزمان ليش؟ لما أنا أخلي التلسكوب أمامي وأشوف صورة شخص، أو خلينا نأخذها صورة القمر، معناها صورة القمر لما كانت قبل ثانية وثلث تقريبا. ليش؟ لأن الضوء يأخذ وقت ثانية وثلث يلا يصلني، فما تكون صورة الآن وإنما صورة قبل ثانية. ولو رحت الشمس شتى شو راح يكون؟ يكون قبل 8-9 دقائق لأنه يأخذ وقت. لو شفت أقرب نجمة راح تكون قبل 4 سنوات إلى آخره. لو شفت طرف المجرة يكون حوالي 100,000 سنة اللي أنا الحين أشوفه. لو شفت مجرة ثانية أقرب مجرة حقنا اللي هو أندروميدا يعني يصير قبل 2.5 مليون سنة. إذن كل ما أروح أبعد كل ما أشوف الشيء مثل ما كان وليس كما هو الآن. هذا هو التلسكوب. الآن لو جبنا التلسكوب أخذنا أجزاء الكون، إذا أخذت هني أقيس حوالي 3.5 بليون، أروح أعمق أقيس كم؟ 5 بليون، أروح أعمق أقيس 6.5 بليون. السؤال لوين أقدر أوصل بالتلسكوب؟ هذا هو السؤال. هاي أنواع من التلسكوبات وش كثر عمقها بالفضاء. لو تلاحظ فيوتشر، مكتوب فيوتشر، هو هذا راح يطلقونه سنة 2019، راح يروح إلى نقاط أعمق من هابل، راح يكون يصل إلى أعماق أكثر. الآن شنو قضية 380,000 سنة وشنو قضية الخلفية الإشعاعية؟ هذه صورة تبين لك مراحل الكون حسب التلسكوب ما يوصل. هني تشوف شنو 3.8 بليون سنة، طبعا أعمق 5.5، إلى أن تصل 13,000 مليون و800. هذه وين تكون؟ قريب من الانفجار العظيم. هذا هو 380,000 سنة. هل يمكن للتلسكوب يتعدى هذا؟ لا، هذا هو الحاجز. ما وراء هذا لا يعرف، ولا يوجد تلسكوب يخترقه. حتى أنا هني حتقف يعني بس توقف. مهما تكبر التلسكوب إن شاء الله تخليه قد الكرة الأرضية، لن تتمكن من اختراق الخلفية الإشعاعية هذه. طيب شنو السبب؟ تصور الحين تشوف الشمس، هل أنت تقدر تخترق عينك وتشوف ما وراء الشمس؟ مستحيل. والسبب علميا هذا نسميها بلازما. ولما تكون بلازما معناها في الكترونات حرة تتحرك تتحرك، فمهما يدخل الضوء هنا ما يقدر يخترقه. ليش؟ لأن الذرات مو متعادلة، دائما الضوء يمشي في مكان يكون فيه تعادل وليس فيه الكترونات لوحدها. فلما تمر أشعة هنا توقف ما تخترق. نفس الشيء الخلفية الإشعاعية، مهما تجي أشعة وتجيب تلسكوب ما راح توصل الأشعة اللي هناك تخترق الجهة هذه. الآن شوفوا الصورة، الآن هذا الكون الآن 380 أو الخلفية الإشعاعية شايفها والانفجار العظيم. فإذا بينها وبين الانفجار العظيم كم سنة؟ 380 أو 400,000 سنة بهالحدود هذه. هذه المنطقة اللي هو من اللي هي من الخلفية الإشعاعية إلى الانفجار العظيم يستحيل إنسان يشوفها، يستحيل إلى الآن. طبعا إلى الآن احنا شبهناها بهالصورة هذه. تلاحظ قبل كانت انفجار العظيم، كانت مرحلة أول ضوء للكون، وكان الكون الآن. ليش أول ضوء للكون؟ لأن عند هالمرحلة هذه اللي هي 380,000 سنة تكونت الذرات. قبلها ما كان في ذرات، كانت في شنو؟ أنوية وإلكترونات تسبح، ما صارت ذرة متعادلة. لذلك اخترنا 380,000 سنة. أرجو أن يكون واضح. هذا السبب. لو تلاحظ الآن أنا قارنتها مع الإنسان، تصور لو تخيلنا إنسان عمره 80 سنة كم يكون عمر الـ380,000؟ خليناها بالصورة هذه. لاحظ طفلة عمرها أقل من يوم. هذا هو الكون لما تقارنها مع الخلفية الإشعاعية. الكون الآن وحدة عمرها بالثمانينات،
ما قبلها تكون مرحلة النطفة. يعني هذا هي الصورة اللي تعطيك فكرة عن الكون. لو فرضنا الكون طبعا الآن عمره 80 سنة، احنا ما ندري بعد، ممكن بعد يعيش الكون بعد 10 مليار سنة، بعد 200 مليار سنة، الله أعلم. الكون مو شرط يخلص، يعني لا حيستعر يوم القيامة بعد ترى. فإذا الصورة هالشكل، أن المنطقة هذه هي الكون عند 380 ألف سنة، وهي خلفية إشعاعية. ما قبلها صار انفجار عظيم وتغيرات وأمور صعبة جدا معرفتها. وهذا اللي إن شاء الله الأسبوع الجاي أقوله، أن وين إحنا نكون هني، شلون نعرف هني شنو قاعد يصير. وهذه هي عقبها صارت خلفية إشعاعية، بعدين طلعت المجرات والنجوم إلى أن وصلنا إلى الآن. التفسير العلمي، الآن تفسير علمي، أنا أعطيت فكرة عنه. تفسير علمي أن الحين أنت قاعد هني والخلفية الإشعاعية وين تيك؟ تيك من جميع الجهات. فأنت لما تطالع بالنهاية وين توصل؟ توصل إلى حد الخلفية الإشعاعية، عينك ما تخترق، ما تخترق النقطة هذه. لأن لو عينك اخترقت هالشيء وكانت حساسة لكنت تشوف الانفجار العظيم كل يوم، كل ساعة يصير انفجار، كان يصير قدامك انفجار عظيم لأن عينك تشوف ما وراء هذا. لكن هذا أنت محجوز عنه شنو؟ بحجاب. من لذلك يسمون هذا أول ضوء بالكون، متى صار؟ بعد 380 ألف سنة. يعني من 380 ألف سنة إلى الانفجار العظيم الكون يسمونه عصر الظلام. عصر الظلام ماكو أي ضوء يعني أبدا. من بعدها صار بدأت النجوم تتشكل، فصار عندنا كون مضيء. ليش لماذا نتج بعد الخلفية الإشعاعية أول ضوء؟ لأن تشكلت الذرات. احنا قلنا من تشكل الذرات يسمح بمرور يسمونه فوتون. فوتون معناه شنو؟ هو الضوء نفسه يتكون من فوتونات، فتسمح بمرور هذه الفوتونات، كأنها صارت حرة وقامت تنتشر، فتبين لنا أن إضاءة صارت. هذه هي الذرات. تلاحظون في وسط بروتون وسط الإلكترون. قبل هالمرحلة هذه كان هذا الوحدة وهذا الوحدة. ما دام هذا الوحدة وهذا الوحدة يصير نوع من البلازما اللي هي مثل الشمس اللي قلنا عنها ما تبين وراها. إذن بعد مرور حوالي 380 ألف سنة لاحظ الصورة بالنقاط البرتقالي في الأخضر عبارة عن شنو؟ جسيمات موجودة والفوتونات تصدم فيها ما تقدر تطلع. لكن لما صارت مرحلة بعدين صارت الذرات، بدأ شنو؟ بدأت الفوتونات تطلع منها، فصار الكون مضيء. مثل الضباب، الضباب ما بعده أنت ما تشوف، لأن هذا الضباب يسوي تشتت في الضوء، فأنت ما تشوفه. عشان كذي من ينام الضوء الضباب شو يصير بعد شوية؟ العين بينت الصورة واضحة بالضبط. هذا عبارة عن ضباب، يوريك صعوبة في الرؤية هذه. طيب شنو طول الموجات هذه؟ يسمونها، ليش سميناها موجات مايكروويف؟ مايكروويف السبب، احنا قلنا الكون اول ما طلعت الصورة كانت عند 3000 درجة حرارة، الان عند ناقص 270. دائما درجة الحرارة مرتبطة بطول الموجة اللي انت تشوف فيها. عشان كذا لما تسخن شيء صار حار، إذا صار حار يصير أحمر، تسخنه أكثر يصير برتقالي، تسخنه أكثر لما يتوهج يصير أبيض. ليش؟ لأن أكو علاقة بين إش كثر تسخين مع إش كثر موجات قاعد تبث. عند الكون عند 3000 درجة كان لونه برتقالي. تصوروا لون الكون في ذاك الوقت كان برتقالي. الآن الكون تمدد، فلما تمدد ورفع او شد معاه الموجات اللي قاعده تنتشر. فكانت الموجه في مجال 3000 درجه لون برتقالي، لما يتمدد الكون تتمدد الموجه معاه، وبالتالي الموجه شو يصير فيها؟ الموجه هم تتمدد، فتنتقل من اشعه مرئيه عاديه الى احمر الى ان يصير في مجال المايكروويف اللي هو بعد اشعه تحت الحمراء.
هذا هو التمدد. شوفوا النقاط الأخضر، شوف الأخضر يتمدد 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 يتغير لونه، شفتوا اللون تغير، مع أنه بدأ من الأصفر عفوا من الأخضر صار أصفر يصير برتقالي أحمر إلى أن بالنهاية ينتهي، عشان شيء الكون يصير مظلم ما نشوفه إحنا. هذا هو اللون اللي كان عليه مش كم. ليش أنا اخترت هذا؟ لأن درجة حرارة اللمبة هذه كم؟ حوالي 3000، فاللون الكون كان كذي. يعني لو احنا طبعا مستحيل، لكن لو كنا عايشين بذاك الوقت لتشوف السماء كلها لون شنو؟ لون برتقالي. هذه هي الصورة الحقيقية، مو حقيقية يعني، أقرب ما يمكن في ذاك الوقت الكون شلون كان، لأن كل نقطة الآن من هني أو كل تغير عبارة عن مجموعة مجرات. هذه هي نقطة الحين مهمة إن نبي نعرفها. فإذا هذه أول صورة للكون، وعمر الكون كم؟ حوالي 400 ألف سنة. هذه هي الصورة حقيقية للكون في ذاك الوقت. لاحظت شكون دقة العلم شلون متطور، انك انت يعطيك صورة للكون قبل عندما كان عمره. فهذه هم صورة ثانية يعطيك فكرة عن التلسكوب لوين يوقف عند اي حد بعد ما يبدأ يتعدى. الان شلون يصير بهذا المسح؟ يصير ان لما التلسكوب يروح فوق يمسح السماء مسح كامل من زاوية 360 الدرجة هذه، أيضا من ناحية هذه 360، فلما تكون صورة كاملة عنها. خارطة الكون، هذه خارطة تبين الاختلاف في درجة هذا. البرتقالي أسخن من الأزرق. الآن في دراسات تصير بهالشكل، مقارنة بين هذا وبين صورة للكون حاليا يخلونها، ويشوفون وين النقطة ترتبط مع النقطة هني، وفعلا في اتفاق رهيب بين صورة الكون حاليا وصورة الكون عند 400 ألف سنة تقريبا. أحدث صورة، أقدم صورة عمر الكون، فإذا كان لون برتقالي هذا اللي قلناه. ماذا تعني هذه الخريطة؟ احنا قلنا البذور الأولية للمادة، يعني الآن هذا الاختلاف في درجات الحرارة هي البذور الأولية للمادة، وبالتالي للمجرات أن تخلق فيها. لولا هذا الاختلاف لما خلقت المجرات. لو أنت عينك تشوف الميكروويف لكانت المدن تشوفها بهذا الشكل، تشوف لكانت مدينة وتشوف السماء بهذا الشكل، لأن هذا هو الكون اللي يتراوالك بعينك. لكن لأن عينك ما تحس بأشعة الراديوية فشي يصير؟ ما راح تشوف هذا الشيء. طبعا هذا هم قلناه. الآن هذه رسمة لأول نجوم طلعت وصارت فيه إضاءة حدود 400-500 مليون سنة بعد هذا. لاحظوا التطور، الكون تطور غريب في ثانية 380-400 ألف سنة، 500-600 مليون، بعدين الحياة 3.5 بليون، بعدين الإنسان آخر شيء، آخر شيء لأنه ملك ياية. طبعا هذه صورة عن تلسكوب هابل، أقول بلانك، وشلون يصور أن بدايات الكون. هذا الاختلاف في الخلفية، لاحظ هذه النقطة، نقطة أخذناها لما كبرناها، ولا هذه المجرات اللي موجودة فيها. تشكيل المجرات لها علاقة حساسة جدا للنموذج مال منو؟ مال الكون في بداياته. هذا الاختلاف هو اللي مسويها المجرات اللي تشوفونها الآن. أيضا هذه صورة مرة ثانية، رحنا إلى وين؟ إلى السد، وقف أمامنا منو؟ هذه الخلفية الإشعاعية، كل هالمجرات تروح ورا تروح ورا تروح ورا، بالنهاية توقف عند الحد هذا. هذه الصورة قلناها من قبل، احنا عرفنا معناها شنو. أيضا هذه هي العقبة اللي لا يمكن لأي تلسكوب يتعداها. هذا اختلاف الآن شلون درجة حرارة على الأرض. لو أخذت خريطة مسح على الأرض، هذه خريطة شنو؟ مسح إلى السماء إلى الكون كله، يعطيك اختلاف في درجات الحرارة. درجة حرارة الآن تقريبا 270 تحت الصفر، وهذا هو اللي قلنا عنه قبل شوي. الآن الكون حاليا، تكوين المجرات، تكوين المجرات، تكوين أول النجوم، إلى أهم مرة ثانية نوقف عند وين؟ نوقف عند الخلفية الإشعاعية، توزيع المجرات لاختلاف درجة حرارة. وقبل ما نختمها وقفة مع أنفسنا، أبيكم الآن تشوفون معاي
نقطة جدا جوهرية مهمة وتساؤل مهم في اللي جاي الحين. احنا قلنا هذا عمر الكون 380 ألف سنة، بداية الخلق لا توجد نجوم، هذا هو الكون، هذا هو التفسير. لكن اللي بيّن صورة الكون بهالشكل، لكن شوفوا الاختلاف، الاختلاف درجة حرارة كم في هالنقطة هذه؟ جزء من 100 ألف، في هالنقطة هم جزء من 100 ألف، والكون متجانس، الكون متجانس. السؤال، هذا التجانس الضخم الكبير شلون صار؟ انت الحين لو جيت سخنت مكان هني وهناك بارد، رحت شفته ياخذ وقت كبير، على ما الحرارة هني لو كانت 20 وهناك 15 ياخذ وقت كبير، يا الله شنو يصير؟ يصير توازن بينهم. شلون في الكون في فرق 1 على 100 ألف درجة؟ كيف بسرعة؟ وانتقال المكان لمكان يبي له، يعني انا لو شفت قدامي يبعد عني مثلا 10 بليون سنة، وراي كم يبعد؟ هم 10 بليون سنة. انزين 10 بليون سنة و10 بليون سنة معناها 20 بليون سنة، الضوء ما ياخذ له وقت ينتقل هالمسافة هذه. لذلك صار التفسير لها، واللي فسرها اخذ جائزة نوبل عليها، واللي فسروها شنو؟ سموها نظرية التضخم في الكون، اذا صارت فرصة نتكلم فيها بعد. الآن الاختلاف، لاحظوا هذا الخط، تصور هذا الخط، الندوب الصغيرة هذه 1 على 100 ألف، لو صارت 1 على مليون، أو لو صارت 1 على 10 آلاف، هذا الاختلاف يؤدي إلى تغيير في الكون كله. شلون؟ الاختلاف في الدرجة يسمونها حاصل قسمة الفرق على درجة الحرارة، هذه النسبة سموها كيو، مشهورة يعني هذه. الحين الكيو هذه النسبة بينهم لازم تكون كم؟ لازم تكون 1 على 100 ألف، اللي هو 10 أس ناقص 5 بالرياضيات، 1 على 100 ألف. لو صارت 10 أس ناقص 6 اللي هو 1 على مليون، لو صارت 10 أس ناقص 4 اللي هو أكبر. إذن هذا هو الاختلاف اللي فيه. شو راح يصير؟ الحين النسبة يجب أن تكون 1 على 100 ألف، يجب. إنزين يجب، من أقل يجب هذه؟ لأن لو ما صار كل الكون اللي نشوفه ما يترتب عليه. أي تغيير في هذا اللي هو 1 على 100 ألف يؤدي إلى شنو؟ إلى توقف الكون اللي يطلع بهالشكل. شو راح يصير؟ أكو حالتين، التموج في درجة حرارة في الخلفية الإشعاعية دلتا كيو هذه تساوي فرق درجة حرارة على درجة حرارة، وهي نسبة حاسمة لمستقبل تطور الكون. من وين؟ من أول ما بدأت الخلفية الإشعاعية. لو كانت كيو أقل من هذا اللي هو 10 أس ناقص 6 اللي هو يعني يرجع إلى أكبر من، عفوا أقل من 10 أس ناقص 5 يصير، فإن الأجسام الكونية التي تتشكل يكون لها درجة حرارة لا يمكنها التبريد. يعني بالنهاية ما يصير تشكل نجوم. طبعا إذا ما شكلت نجوم شو راح يصير؟ ولكو حياة بعدين. ولا يمكن أن تسوي المعادن الموجودة ضرورية للحياة. طيب لو كانت أكبر، فإن المجرات التي تتشكل تكون لها كتل هائلة. شو راح يصير؟ يؤثر على تطور الحياة على الكواكب، وشو يصير؟ تتحول إلى ثقوب سوداء. إذن أنت لا في هالناحية سلمت ولا في هالناحية سلمت، يجب أن يكون في 1 على 100 ألف. هذا الاختلاف البسيط هذا يجب أن يكون وايد دقيق حتى تكون الصورة واضحة. وقبل ما أختم، حقيقة واحد يتأمل كيف انتقل الكون هالنوعية، هاي النقلة النوعية من الصورة هذه إلى الصورة اللي الحين قاعد نشوفها. وشكرا لكم.